دقائق قليلة ويعانق الأسير الفلسطيني الفرنسي الجنسية صلاح الحموري عائلته ومحبيه الذين انتظروا طويلا لقاءه على أحر من الجمر أمام معبر قلنديا. فبعد ساعات من الانتظار ها هو صلاح يتنسم نسيم الحرية من جديد لتلهج الصدور بروح الأمل المنشود بعد 7 أعوام قضاها وراء قضبان سجون الاحتلال الإسرائيلي. شعور عظيم، وحبيت أنه يكونوا كل أصحابه والأصدقاء اللي بالسجن يكونوا معاه صراحة، يعني لأنه هو فرادي لحاله، ما حبيت زي ما يطلعوا معاه البقية بقيت كل المعتقلين عقبال عندهم. هذا شعور كتير حلو، يعني ما صدقنا نشوفهم لي يعني قدامنا، إنه زمان ما شفنا هيك قريبه هيك، فشغله كتير حلو. بنتمنى انه كل عائلة أسرى يعني يكون عندها يوم زي هيك. صلاح الحموري الذي ولد لأب فلسطيني وأم فرنسية اعتقل عام 2005 على خلفية اتهامه بالتخطيط لقتل الحاخام الإسرائيلي عوفيديا يوسف الذي توسطت لديه الدبلوماسية الفرنسية خلال الأيام الأخيرة بعد أن تركت له إسرائيل حق الموافقة على الإفراج عن صلاح في صفقة شاليط. السياسة الفرنسية الرسمية كانت خجولة جدا في التعاطي مع قضيتي، أو بنقدر نقول كانت يعني شبه صامتة، بالمقابل زي ما كانت تتعاطى مع قضية الجندي المختطف جلعاد شاليط. طبعا هذا جزء من الحياز الفرنسي للأسف باتجاه العدو الإسرائيلي، ونتمنى احنا انه ما يستمر. القنصل الفرنسي الذي تقدم صفوف المستقبلين للحموري أكد أن حكومته عملت بجد لإطلاق سراحه ضمن صفقة شاليط، وأضاف أن فرنسا تقف إلى جانب رعاياها في كل الظروف. سنوات طويلة ونحن نحاول الإفراج عن صلاح الحموري، لأننا نعتقد أنه من المهم أن يطلق سراحه، وقد عملنا ليل نهار من أجل ذلك، والنتيجة أن صلاح الآن في حضن عائلته. نحن نعلم أن هناك الكثيرين ما زالوا في السجون، نأمل أن يتم تحريرهم. كان لنا مساعدة كثير من الناس في فرنسا، من تضامن مثلا، من المؤسسات وهيك، دول الناس ساعدونا كثير وشغلهم سوى إنه النتيجة اللي هو اليوم، إنه ضغط كثير على الحكومة الفرنسية، أوكي طلع، بس هذا أجى متأخر شوي، يعني هذا كان لازم من زمان يصير، مش لازم يضل 7 سنين بالسجن. رغم التحرك الفرنسي بقضية صلاح، إلا أن الجميع متفق على أن هذا التحرك جاء متأخرا بالمقارنة مع التحركات الفرنسية بملف شاليط الذي لم يؤلي الفرنسيون من جهدهم جهدا لإنهاء اعتقاله، خصوصا أن الحموري كان من المقرر إطلاق سراحه الشهر الماضي، إلا أن إسرائيل مددت فترة اعتقاله ل3 أشهر أخرى بسبب صفقة التبادل المبرمة بينها وبين حماس. بعد أن غيبته دولة الاحتلال الإسرائيلي قصرا في عتمة سجونها لما يقارب 7 أعوام، عاد صلاح الحموري ليعانق عائلته التي امتزجت فيها مشاعر الحزن والفرحة، فرحة للقاء الابن وحزن على من تبقوا خلف قضبان سجون الاحتلال الإسرائيلي ينتظرون شريطا آخر لعله يفتح الأبواب لتبييض سجون الاحتلال الإسرائيلي من الأسرى الفلسطينيين من ضاحية الرام بمدينة القدس. حمزة السلايمي، تلفزيون القدس. القدس.com